يا نفسي ارجعي عن معاصيك وتوبي إلى الله توبة نصوحة وزيدي في الخشوع واتقي الله. وإذا جاءك الشيطان بما لا نفع فيه ولا خير فلا تجيبيه ولا تغفلي عن ذكر الله وتوبتك تكفر ذنوبي وتوكلي على الله واعلمي أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ونزه الله عن مشابهة المخلوقات وصلي واشكري على نعمه التي أنعم بها عليك وإذا صب الله عليك البلاء صبا فلا ازدادي به إلا حبا فاحذري من الشيطان إنه يسعى لنشقى وإذا اقترفت إثما فاستغفريه وتوبي إليه.